میرے آقا نے صلات و سلام نے کہا میرے صحابیوں اللہ رب العزت نے اس بندے کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی ہیں. تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آتا ہے, اس آدمی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کہا, السلام علیکم ورحمت اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بتلایا, اے صحابہ اللہ رب العزت نے اس آدمی کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی ہیں. تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آتا ہے, آ کر کے اس نے سلام کہا, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرے صحابیو اللہ رب العزت نے اس آدمی کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی. آج ہم سلام کہتے ہیں, جو سلام کہتا ہے وہ 30 نیکیاں لے جاتا ہے, جو سلام کا جواب دیتا ہے وہ 10 نیکیاں لے کر جاتا ہے. میں دوبارہ سلام کہوں گا, آپ اس سلام کا جواب دیجئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه, إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا, فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار, هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في
الحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله بارك الله.